طبعا للنادي الاهلي الفوز ببطوله كاس مصر واللقب 38. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، الف مبروك للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. خلينا طبعا دلوقتي ناخد لقاءات اعضاء مدينه نصر. يعني خليني طبعا اقول لك الف مبروك، شفت المباراه ازاي ورايك في التشكيل وشايف اداء اللعيبه ازاي مع مارسيل كولر؟ هو اداء اللعيبه اولا الف مبروك للنادي الاهلي والجمهور الاهلي، وبنرحب بالكابتن ايمن بنسلم عليه وهو ضيوفه الكرام. فاحنا بنقول بس مبروك لكل اللعيبه لان الاهلي فعلا بمن حضر، ومبروك الكاس، وده الكاس ده يعتبر بكاسين ان شاء الله. احنا بنبارك للزمالك مقدما دلوقتي، الاهلي يفوز على الزمالك في ماتش السوبر باذن الله تعالى. فاحنا يعني التشكيل كان كويس جدا في الشوط الاول، كان الاداء مش اللي هو الحلو قوي اللي جماهير الاهلي تفرح بيه، ولكن في نهايه الشوط الثاني كان الاداء ابتدى يبقى فيه حماسه ويبقى فيه جمال كده استمتعنا بيه. والجون بتاع كهربا دي هديه لكهربا، يعني هنقول بعد ما دفع الغرامه ده هو فاق وبقى عنده اداء مميز جدا. والجون بتاع حمدي فتحي جه في توقيت يعني مثالي فرحنا بيه جدا. وفي النهايه بنبارك لكل جماهير الاهلي في جمهوريه مصر العربيه وفي انحاء العالم كله ان شاء الله. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي، بطوله مهمه جدا، تحب تقول ايه بعد مباراه النهارده وشفتها ازاي؟ الف مبروك لجمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. الشوط الاول كان متواضع بس هم الملعب كان مقفول طبعا في الفريقين، وطبعا نادي بيراميدز نادي كبير وكان قوي وكان ندي عنيد للنادي الاهلي، بس الاهلي طبعا بطل الكاس على طول باللعيبه بتاعته بجمهوره. ونقول الف مبروك للعيبه وجمهور الاهلي وفي التقدم ان شاء الله. خليني بقى اسالك، يعني شفت ازاي تشكيل نادي الاهلي النهارده امام بيراميدز؟ طبعا مستر كورر ما شاء الله عليه، الراجل مفند كل المجموعه، مقسم الماتش على ثلاث اجزاء. اولا بس بنقول الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي كلهم رياضيين وعظماء. بنشكر الكابتن ايمن شوقي وكابتن ابو الاشبال الكابتن اسامه وكل الاستوديو. النهارده الكابتن كولر قسم الماتش على اجزاء، لكن اهم حاجه في الموضوع ان بيراميدز ضغط على اتحاد الكوره عشان خاطر يضغط على الحكام. احنا كنا بنتمنى البنا يحكم الماتش دوت، انتوا جبتوا امين عمر راجل كويس وكل حاجه، بس كان ضغط وناس عصب رهيب عليه. الراجل اللي هو كاتنبرج اللي هو رئيس لجنه الحكام الجديد ما يعرفش الحكام، كان المفروض اللجنه اللي بتعاونه تقول له امين عمر، يعني الراجل راح كاس العالم احنا بنبارك له انه راح كاس عالم الشباب، لكن كان البنا هو اللي ما بيروحش الا فار ولا غير فار. النهارده في ماتش الفار رايح يمر تاني يعيد، وقد ايه في جون بيراميدز ما راحش بص عليه، ضربه جزاء واضحه قوي جت في صدره. الاتحاد الدولي قال اي مكان تيجي ادام ايده مش ورا ظهره ومرقت الكره يبقى هي محسوبه ضربه جزاء، اتاثر عليه من الفار. الناس بتوع الفار معروفين طبعا. احنا المهم بنقول بنشكر النادي الاهلي ال 38، احنا يا اهلي ولاعيبه الاهلي ماتش الرجاء، احنا بنلعب على المركز الاول مش المركز الثاني، وبقولها في ثاني تسجيل ليا، بنلعب على المركز الاول مش المركز الثاني. بشكر الكابتن الخطيب، نتمنى يا رب الماتش الجاي تكون في الاستاد تنور الصوره وتنور الوجهه، لان الاهلي هو الوجهه المشرفه. طبعا لاعيبه بيراميدز بنشكرهم ونقول لهم انتم معانا في افريقيا مكملين ان شاء الله، برضو الكونفدراليه تكون بتاعتكم. احنا رحنا الرياضيه، التذاكر اللي انتم اشتريتوها والجمهور ما راحش كان اول احنا ناخدها ونروح بيها. الاول والاخر دي كره مصريه، احنا ما بنلعبش فريق اجنبي، لا بالعكس انتوا لعيبه محترمه ولاعيبه جميله ولاعيبه مؤدبه. الماتش كان فيه شويه تنشنه لكن الاهلي هو اللي بيفرح الجمهور. شكرا ليكم، شكرا يا كابتن ايمن، شكرا ابو الاشبال كابتن اسامه حسني، كابتن شريف عبد المنعم، كل الاستوديو الجميل، شكرا ليكم. بشكرك طبعا، الف مبروك فوز النادي الاهلي النهارده ببطوله مهمه، تحب تقول ايه بعد المباراه؟ نقول للاهلي الف الف مبروك، ونقول للمجلس الاداره بتاعته وللعيبه كلها الف الف مبروك. ودي كاس كانت ضايعه غايبه عن الاهلي بقالها فتره، والحمد لله انها رجعت بسلامه. وانا بقول ان بيراميدز يعني هو كان بياخد الماتش ده غل اكتر من كوره كان بيلعب فيها غل، سواء عبد الله سعيد او سواء، يعني هي هناك فرق بين انك تلعب كوره وتلعب للضرر، فهو كان بيلعبه للضرر اكتر ما بيلعبه. لكن الحقيقه الشوط الاولاني كان امتصاص للعبه نفسها، الشوط الثاني بدات تحس فيه كوره سواء من الفرقتين من هنا ومن هنا، ولكن الاهلي ليه الكلمه العليا الحمد لله، والف الف مبروك ومبروك للكل. الحمد لله طبعا على نعمه الاهلي، الف مبروك فوز النادي الاهلي. كابتن ايمن اكيد شايف يعني من خلفي الفرحه قد ايه النهارده.
النادي الاهلي.